الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من داخل بيت النبوة نقف مع أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هي أم المؤمنين حفصة، ولدت قبل البعثة النبوية ب5 سنوات، تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخنيس بن حذافة بن قيس، وهو من المسلمين الأوائل ومن الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة، شهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا، وقاتل فيها قتال الأبطال حتى مزقت النبال جسده فخارت قواه وخر شهيدا. وترك خنيس حفصة شابة لم تتجاوز 20، وأهم أمرها والدها عمر بن الخطاب، وأراد كما هي عادة العرب أن يختار لها زوجا، فلقي عثمان بن عفان فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة. فقال له عثمان: سأنظر في أمري. فلبث ليال ثم قال: قد بدا لي ألا أتزوج. فقال لأبي بكر مثل قوله لعثمان فسكت، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. ولما ذكر عمر للنبي ما حصل مع أبي بكر وعثمان، قال النبي لعمر: يتزوج عثمان من هي خير من ابنتك، ويتزوج ابنتك من هو خير من عثمان. ولقد تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودخلت بيت الزوجية بعد عائشة ب3 سنوات، وقد طلقها الرسول طلقة، فجاءه جبريل فقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. روت عن رسول الله 60 حديثا، ولما كان جمع القرآن كانت هي الأمينة عليه، وبقي في بيتها في حفظها وصونها حتى ماتت. توفيت في شعبان 45، وعمرها 63 سنة، وليس في الصحابيات من اسمها حفصة غيرها رضي الله عنها. جزى الله أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب كل خير، وجمعنا بها في الجنة، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.